أعلنت السلطة المحلية بحضرموت فتح طريق ضب الشحر الذي توقف منذ أكثر من 3 أعوام وأرهق المسافرون والسائقون نتيجة توقفه. على مدى 3 سنوات ظل الطريق ضبة الشحر في مدينة مقلة حضرموت مغلقة، مثلها مثل بقية الطرقات التي أغلقت بفعل الأحداث. واليوم مثل فتح الطريق فرحة كبيرة لدى السكان. هذا الخط الذي طبعا انقطعت فيه الحركة نتيجة للأوضاع الأمنية التي مرت بها المحافظة وعموم محافظات الجمهورية، طبعا أتى التدشين بعد تحسن الأوضاع الأمنية في المحافظة. طبعا هذا الخط خط حيوي وخط دولي، طبعا أتت آثاره على المواطنين من تخفيف حركة المرور وسرعة الوصول إلى عاصمة المحافظة المقلة. طبعا نحن في مدينة الشحر من أكثر الجهات المستفيدة مع المديريات الشرقية من هذه الحركة، سهلت حركة المواطنين والطلاب والموظفين. الآن رايح للشحر، بيفرون علينا مشوار كبير صراحة من الطريق هذه القديمة، يعني تقريبا حدود ساعة كاملة. الطريق هذه أفضل من الطريق هذيك مليون ألف مرة، الحمد لله. طريق حلوة نعرفها من أول ما اختصرت، كانت الطريق الأولية ساعتين، شجع المواطنين. الآن نشكر السلطة المحلية لما فكرنا الطريق بهذا الشكل، ونحن مع الأمن والاستقرار في هذا البلد. في فترة إغلاقها كان الأهالي يقابلون معاناة كبيرة، مرضى وطلاب وغيرهم من المسافرين عاشوا المعاناة. وفرت أقل وقت من طريق الغيل، طريق الغيل يعني مشاعة تقريبا حدود ساعتين أو أكثر الوصول من المكلف. بس يا حبذا إذا كان طالت الفترة بدل ما تغلق الساعة 9 تغلق الساعة 12، لأنه في بعض ناس يسون في العيادات متأخرين ويجون بعد الوقت دي يقول لك أنا سرحت الصباح من الفلزة 900 ريال والعودة 1100، حصلت مشاكل بين المواطنين بسبب الأجرة. لا الأجرة قلت، كانت 1100 ريال الآن 900 ريال، بالنسبة للمسافة قلت. بالنسبة للطريق هذه أفضل من طريق شحير الغيل بكثير جدا، وهذه طريق مختصرة وهذه خطوة ممتازة جدا. عندما فكوا الطريق فكوا على الناس وخففوا عليهم أعباء كثير جدا، والناس مرتاحين ارتياح كبير جدا لا يوصف. في حديثهم لقناة السعيدة عبر الأهالي عن شعورهم من قيام السلطة المحلية بهذه الخطوة وفتحهم للطريق المغلق. وفرت يعني الحياة وقت ومجهود، قد عبرنا المرة ذيك الطريق يعني متقطعة ومحفر الطريق يعني، كان الحمد لله هذه مختصرة برغم أن إجراءات أمنية هذه ضروري منها. الطريق حلو يعني، الحمد لله وفر علينا يعني أكثر من 60 كيلو يعني رايح يعني، بس في النقاط لو كان يعني خفونا شوي يكون أفضل. الناس فرحانين به لأنها قللت من معاناتهم والمسافة اختصرت، لأن طريق الضبة 65 كيلو أما طريق الغيل 90 كيلو، خفت معاناة المواطنين والتنقل أصبح سهل. الطرقات شريان حياة وانقطاعها يعني الكثير من المعاناة، ولذا فإن أي جهود تتم في مساعدة الأهالي في استعادة فتح الطرقات فهي جهود تستحق الاحترام والتقدير ولكل من يعمل عليها.